عائليش احنا هنعمل ايه بقى؟ النهارده هنعمل تجربه جديده، بدل ما اللي قبلها كنا عاملين كومن اميتر، الماضي هنعمل كومن بيز. ودي فايدتها ان هي هتطلع سيجنال امبليفايد و وان فيز، وان فيز مش اوت اوف فيز. الثانيه كانت اوت اوف فيز 180 درجه. اوكي تمام. يعني هو خلاصه كل اللي احنا هنعمله هنوصل الدايره دي، دايره عظيمه جدا، نوصل الدايره دي. فهم هيكونوا مدينا كومبوننتس. اول حاجه طبعا هنقيس الريزيستورز، تمام وهيبقى معانا 2 كاباستور، والانبوت هيبقى اف جين، انبوت هيبقى ساين، هيبقى ايه فانكشنز اي سي 0.5 والفريكوانسي بتاعته المفروض ب 1000، مفروض والفريكوانسي ب 1000 اللي هو الامبليتيود صح، والامبليتيود بنص، الفي بيك تو بيك بنص بنص بس. وهيبقى معانا 5 ريزيستور، دي ودي 200 و1000 200 و160 و50 واثنين كاباستور نفس القيمه. وهيبقى معانا ايه بايس فولتج 10، دي هنوصلها بال بالفاريبل باور سبلاي عشان ده دي سي، ودي هنعملها 10 في الكوستر. وكل ده هو عايز الفولتج جين، عايز البي اوت على البي ان زي التجربه اللي قبلها، زي التجربه اللي قبلها. فدي التوصيله باختصار، تمام. طبعا بعد ما ايه قسنا ال الترانزستور عرفنا فين الاميتر وفين الكوليكتور، الاميتر والكوليكتور وصلنا الحاجات بعدين ايه بقى وصلنا الدايره عادي. احنا بس بنصور توصيل الدايره عامله ازاي. اهم حاجه بس الاربعه دول الاوتبوت اللي هنقراه، يعني الانبوت والاوتبوت صح. اول اتنين فوق دول بتوع ال A0 A1 AI0 دول بتوع الانبوت، واحده البوست متوصله باف جين والنيجاتيف متوصله بالجراوند، ودول بتوع الاوتبوت، واحده النيجاتيف متوصله بالجراوند. تمام استنى. ايوه النيجاتيف متوصله بالجراوند تحت ايه، والبوست متوصله مع الار سي مع الكوليكتور، مع الكوليكتور واصبع كده بس. احنا بنقيس، احنا عندنا بنحسب على الكوليكتور الاوتبوت على الكوليكتور، عشان كده حطيناها مع الكوليكتور. هنا بقى بنحطها، فهنا كان كل المشكله ان هنا الفولتج بيت ديفيجن هنا وهنا يبقوا 2 فولت، كان السكيل كان مختلف. السكيل يعني هي كانت عندنا 1 فولت فما كانتش مطلع لنا اوتبوت اصلا، والدنيا كانت بايظه خالص، كانت متشفته فوق خالص مش باينه. بس فلما تبقى 2 فولت طلع معانا الاوتبوت، ودي القيم في بيك اللي هو اللي مدخلينها 200 و دي الفي ان يعني، ودي الفي اوت. طيب نحسب الاوت على الان هيطلع معانا الفولتج جين. دي باختصار القصه ايه؟